السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر أوفست، أمر كلنا بنشتغل عليه وأمر معروف. بقول الأوفست بحدد المسافة ولكن 2، أختار العنصر وأشوف عايز يتحرك في أي اتجاه، وأختار عنصر تاني آخر عنصر اتعمل. تمام، لو أنا عايز أكرر عمليات كتير جدا هل هي مملة؟ تمام، ففي ليسب بيوفر لي الموضوع ده ببساطة من تولز الويب أبليكيشن. هستخدم الليسب اللي اسمه OM شرطة OMM، وده فيه امرين. اول امر اللي هو او ام، بختار اول حاجه المسافه اللي عايز تعمل لها اوفست ولكن 3، اختار عنصر انتر واشوف انهي الاتجاه اللي عايز اتحرك فيه. تمام، خلي بالك ان هو كل مره بيزود 3 3 3. تمام، فلو انا جيت الناحيه دي هشوف هو بزود كام. هنا دلوقتي 6 9 12، هيزود هنا 15. تمام، عايز بعد كده هيبقى 18 بنفس الطريقه. تمام، الامر الثاني هو امر لذيذ برضو اسمه او ام ام، ده بيعمل اوفست ناحيتين. تمام، اختار مثلا 2. تمام، اختار عنصر انتر واختار في اي جهه هو يعمل من ناحيتين، وده مفيد لو انت هترسم حيطه، لو هترسم اي حاجه من ناحيتين ده امر، ده حلو قوي. امر سليم.